علي بجيب لك اكل، مانك جوعان انت؟ شكرا زهره، مالي جوعان. شو ما فيك تطلع قدامك؟ لك انت لسه الك عين تحكي وترفعي صوتك؟ انقلعي من هون ولك. لك شو صار لك؟ لك كله منك انت. تركي زهره، رح اقتلك نايفين، انت لازم تموتي. رح اقتلك، سمعتي؟ انا بورجيكي. خراسبة، مين اللي فكر حالك؟ لك انت عقلك المشلول، عقلك. وهي سليمان كمان رح يطلعك ويتركك. نحن ما رح نطلع، لا تحلم، سمعت؟ انتو السبب، انتو السبب. علي، علي خلص، بترجاك اهدى. شو قصته هذا كمان؟ علي، اسمعوا صوته بيضل جانن وعم يكسر. انتو السبب يا كلام. علي، شو صاير لك علي؟ ابني، ليش عم تعمل هيك اهدى؟ اتركوني يا روحي. انت شو بدك من بنتي؟ فهمني علي. نايفين منيحة انت علي. بكفي. علي شيليها من وشي. زهرة شبو علي. إنه أنا قتلته لأبوكي ما بقلك، وقتها رح تحبيني بنتي، ما هيك؟ إيه رح تحبيني وتنادي لي أمي. بس لما رح تجي على السجن رح تتضايقي. أنا لازم أطلع من هون بسرعة. ايه بلا، لازم. زهرة ما بتقدر تجي تشوفني هون، انا لازم اعمل هيك كرمالها. بدي اطلع من هون. انا رح اجي بنتي، جاية لعندك، رح اجي بنتي. يا روح امه، أهلين خالي. تفضلي تفضلي ارتاحي. شكرا ابني. عدنان، مالك على بعضك؟ صاير شي؟ ايه ماني مرتاح ابدا. شوفي، انت متخانق شي مع حدا عندك بالشغل؟ مو هيك، لا، شكلي متخانق مع حالي، خسران وربحان بنفس الوقت. انسي خلص، حتى لو حكيت ما رح تفهمي. اكيد عم يضغطوا عليك لتتزوج دلال، مشان هيك متضايق. لحتى تصيري الاغا المفروض انه تتزوج من البنت اللي يختاروها هني. عدنان، اذا ما بدك وقف بوشهم. ابني مالك مضطر تعيش الحياة اللي بيختاروها هني. شو اعمل يعني؟ ها؟ بتخلى عن الاغاوية؟ مو الاغاوية هي الحلم اللي بدي اوصل له؟ حلمي وحلم أمي إنه صير أغا بيوم من الأيام. الأغاوية يعني مهمة هالقد عندك؟ بهالبلد يا بيكون الواحد عادي يا أغا، وأنا إذا بدي أكون عادي بموت أحسن. المهم هلأ شو كان بدك تحكي لي؟ يعني بعدين، خلاص بلا ما زيد عليك، مو ناقصك، لا تاكلها. بعرف شو اللي بدك اياه. استني شوي خالتي فاطمه، بس صير اغا بحكي مع ستي لورينو منحل قصتك. يلا انا صار لازم امشي هلا. الله معك.
عدنان، والله حرام. يلا تفضلوا احكوا لي هلا لشوف قصة الطلاق مزبوطة مثل ما سمعت. يعني مرت عمي سليمان. ليكي ستي، سليمان كرمال غير جو وارتاح، بعتني لحتى اقضي عندكم هون كم يوم، بس ليكي شو صار؟ حتى هون ما في راحة بنوم. يعني شفتي؟ ما بيحترم اني اكبر منه وبيحكي كلام لو عدوته ما بيقول لي اياه، وبيحكي حكي مو صاير كمان. هيك لكان. يعني انت وسليمان ما رح تتطلقوا مثل ما قال؟ لا الله لا يقدر شو هالحكي هاد، اكيد هالشي مو مزبوط. نيفين بنصحك تقولي الحقيقة، يعني مالي مقتنعة علي ليش لا يحكي هيك اذا ماله صاير. لانه سونا حامل وهو عرف هلا ستي. ايه؟ ولهيك حضرته جن جنونه وتهجم علي. انتو شفتوه كيف تصرف معي؟ يعني البنت اتجوزت وهلا حامل، لازم يشيلها من باله بقى، والله هالشي عيب وما بصير. بعدين مرت عمي هي مو اول مره بيعملها، على طول بضايقها لبنتي. ليك اسمعوني منيح، ما في شي بيتخبى هون، انا لازم اعرف كل صغيره وكبيره، ولهيك اذا في شي وما حكيتوه ما راح اسامح حدا ابدا مين من كان. دعي انه سليمان ما يطلقك. سمعتي ستك شو قالت؟ ان شاء الله.